الموجز الاقتصادي من قناة رافدين، أهلا بكم. أعلنت منظمة أوبك أن حصة العراق من الإنتاج النفطي ستبلغ 4,325,000 برميل يوميا خلال شهر شباط المقبل، بعد اتفاق أوبك بلس على زيادة 400,000 برميل يوميا. وذكرت المنظمة أن حصة الإنتاج الخاصة بالعراق لشهر شباط حددت ب 4,325,000 برميل يوميا، بزيادة مقدارها 44,000 برميل يوميا عن شهر كانون الثاني البالغ 4,281,000 برميل يوميا، وبزيادة بمقدار 88,000 برميل يوميا عن شهر كانون الأول الماضي. واتفقت منظمة أوبك بلس خلال اجتماعها على زيادة إنتاجها النفطي بمقدار أكثر من 400,000 برميل يوميا وفق الجدول المتفق عليه مسبقا. أعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في محافظة ديالى عن خلو المحافظة من حقول الحنطة لأول مرة في تاريخها. وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي إن ديالى حاليا تخلو من حقول الحنطة والشعير لأول مرة في تاريخها بسبب القرارات الأخيرة لوزارتي الموارد المائية والزراعة التي حظرت الزراعة للموسم الشتوي بشكل كامل في المحافظة من جراء أزمة الجفاف. ولفت إلى أن محافظة ديالى تضطر للموسم الثاني إلى تأجيل خطتها الزراعية بسبب الجفاف، ما زاد من قسوة الأوضاع لآلاف المزارعين في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة. اخترق سعر صرف الدولار في السوق السوداء في بيروت حاجز 30,000 ليرة للمرة الأولى في تاريخ الأزمات اللبنانية المتعاقبة، فيما تشهد الأسواق تفلتا كبيرا في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية. ويجري تداول الدولار في السوق السوداء بهامش بين 29,900 أدنى و 30,000 أقصى، بعدما تخطى عتبة 30,000 ليرة لبعض الوقت. وأعلن مصرف لبنان أن حجم التداول على منصة صيرفة بلغ 18 مليون دولار أمريكي على أساس سعر 24,000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العملات التي نفذتها المصارف ومؤسسات الصيرفة على المنصة. قال وزير التجارة التركي محمد أوش أن قيمة مشاريع المقاولات التي تقودها الشركات التركية في العالم ارتفعت من 15 مليار دولار في عام 2020 إلى 29 مليار دولار في عام 2021. وأكد موش أن قطاع البناء في تركيا أصبح واحدا من القطاعات الفاعلة والرائدة عالميا منذ السبعينيات من القرن الماضي، مضيفا أنه رغم تأثيرات جائحة كورونا إلا أن القطاع شهد انتعاشا كبيرا في عام 2021. وأوضح موش أن 55% من مشاريع عام 2021 نفذت في رابطة الدول المستقلة، و17% في أفريقيا جنوب الصحراء، و13% في الشرق الأوسط، و10% في أوروبا. وهذه انتقالة سريعة لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية والمعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.